عملية التضييق على الأونروا ليست في فلسطين، ليس في غزة والضفة، بل امتدت حتى إلى الأردن ولبنان، ولكن في الأردن آية السيد تضعنا في هذه التفاصيل. آية أهلا بك. إذن الأمم المتحدة في الأردن الموجودة مقرها في الأردن تحذر من عواقب تعليق التمويل للوكالة، وكالة الأونروا. ضعينا في تفصيل هذا التصريح ومديات عمل الأونروا لديك في الأردن. نعم، تحياتي لك رعد. يعني بيان الأمم المتحدة في الأردن اليوم يبين بأنه إذا لم يتم استئناف قرار 16 دولة بمنع تمويل الأونروا سيكون هناك عواقب وخيمة، بحيث بأن الوكالة لن تستطيع تقديم خدماتها حتى نهاية الشهر الجاري. نحن نتحدث عن 145 مليون دولار تقدم سنويا للاجئي الفلسطينيين في الأردن، وأيضا نتحدث عن 7000 موظف ثابت في الأونروا في الأردن يقدمون خدمات حيوية لكافة العمليات التي تقدمها الخدمات في وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. في حال استمر هذا الامتناع رائد سيكون هناك نقص بما يقارب 51% من التمويل السنوي للأونروا. الأردن يعتبر من الدول الأكثر احتضاضا للاجئين الفلسطينيين، يعني نتحدث عن المخيمات الرسمية هي 10 مخيمات تقريبا تحوي 400,000 لاجئ فلسطيني، إلى جانب أيضا 161 مدرسة تابعة للأونروا تقدم خدمات لما يقارب 107,000 طالب وطالبة. هذه الأعداد المهولة إذا لم يتم استمرارية تقديم الخدمات لها سيكون هناك يعني عواقب وخيمة، وذلك ما قاله اليوم مدير شؤون اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في الأردن ألف بيكر، ذكر بأنه وقف التمويل أو يعني عقوبة الجماعية التي تقوم بها الدول بمنع تمويل الأونروا سيؤدي إلى توقف شريان الحياة لهذه الخدمات. يعني العمليات، مناطق العمليات الخمسة ومنها الأردن سيكون بها نوعا ما شلل في تقديم الخدمات من استمرارية تقديم يعني المراكز الصحية لخدماتها، خاصة بأن المراكز الصحية بحسب البيان تقدم ما يقارب 1,600,000 استشارة طبية سنوية. أيضا نتحدث عن المدارس وعن الخدمات الطبية وعن الحياة بشكل كامل. الأردن معرضة حقيقة يعني تدق ناقوس الخطر بسبب وقف التمويل يعني الذي قامت به 16 دولة، وهذا التحذير الذي يعني يأتي اليوم هو من أجل التراجع والعدول عن هذا القرار. من جانب آخر رعد، يعني أعلن مدير الشؤون للأونروا أوليف بيكر بأنه غدا سيقوم بجولة في إحدى أو أكبر المخيمات في العاصمة عمان، وهو مخيم الوحدات، من أجل الاطلاع على الخدمات التي تقدم حاليا في ظل وجود نوعا ما توقف للخدمات بعد وقف التمويل. وأعلن بهذا السياق بأنه إذا لم يكن هناك عدول عن هذا القرار من المتوقع بأنه في الشهر الجاري سيكون هناك نقص كبير في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الأردن. نعم رعد. نعم آية، أشكرك شكر الجزيل على هذه التفاصيل الدقيقة لما يجري في الأردن بالنسبة للأونروا والمخيمات، مخيمة اللاجئين الفلسطينيين هناك. شكرا جزيلا لك آية السيد من عمان.